الجزائر الحرة المكافحة، صوت جبهة التحرير وجيش التحرير الوطني يخاطبكم من قلب الجزائر. أيها الإخوة، إليكم كلمة اليوم. رغم كل شيء، رغم الحديد والنار، ورغم الدبابات والمصفحات وآلاف الجنود والبوليس، ورغم السدود والأسلاك الشائكة التي حاطتها الاستعماريون الفرنسيون الشعب الجزائري في كل عاصمة ومدينة وقرية، ورغم الإنذارات والتحذيرات التي كانت تذيعها أسواق الاستعمار لإرهاب الشعب الجزائري، رغم كل من الاحتياطات العسكرية والبوليسية التي فرضت على العواصم والمدن والقرى الجزائرية، رغم كل شيء أيها الإخوة، رغم هذا أيها الأحرار في كل مكان، فقد خرج الشعب الجزائري، خرج من كل عاصمة ومدينة وقرية، خرج من كل بشرة ودوار. طفينا البوست يا شيخ، طفينا البوست. يا قلت لك ما تشعلوش يا بابا. لا وحدك تحب تسمع له يا بابا، نقصوا من الصوت راني نسمعوا فيك من باب تزير على بالك ولا شي بابا هكذا. لا لا، عنده الحق سيد البريغادي يا بابا. قال لك شحال من مرة بلي الحكومة راهي تعاقب بالناس اللي يسمعوا دوك المشوشين. البندية بابا اللي في اللاقا كيما يقولوا لهم. فيق شوية واش بيك؟ نقول بنادم الله يهديهم ولا مكان. زيد اليوم زيد البوليس، ما تخافش من اليوم انا ناسلك على البوست، واحد ما يزيد يشعلو. واش بك تاني مع بابك؟ انا ما بيا والو يا يما، راه مع وليدك العزيز. مع وليدي العزيز كلي ما نعرفكش. اسمع، ادخل لبيتك تاخذ تريح خير لك. يا اخي هم يا اخي، مريم. نعم سيدي. وراء الجريدة. الله يقبل سيدي. الله يسلمك. بيت الدراري تحب نجيبها لك؟ ايه ماذا بيك؟ ما عليك. يا شخيوة يا أميرة. كاي إذا تحب روح نسخر لك. ماذا بيك؟ خلي لا نسخن. صح.
يا درا واش راه محكوا لهم في الجريده؟ اه قال لي قتلوا البارح واحد البوليسي كان هابط من الترولي. عربي ولا رومي؟ لا لا عربي. هذا ما يكونوا قتلوا الخواح ترى هذا يقد راسه. قل لي شكاين؟ ياك ما يقتلوش كاع البوليسيه. اه هذه ما نكذبش عليك يا امينه. على كل حال اللي يكون عسكري ولا شرطي عند فرنسا حالته صعيبه بزاف. ها بركه بركه واللي خبصه مع القاتل. بخير عليكم. شو قلتي؟ قلت كل خبصه مع القاتل. إيه ولكن هذه ثورة يا أمينة ثورة. لو كان قتلوا هذاك الكلب نتاع لاكوست كرم هنا ولا منه. يا أمينة الدعوة ما هيش في لاكوست ولا بغير لاكوست. الدعوة راهي في الفكرة. الفكرة يا أمينة الفكرة. وش من فكرة سيدي؟ الفكرة نقصد بها بنتي هي الاستعمار اللي زلنا نمحيوه ونقضيه عليه من هذا الأرض. صحيح. داك صحة. قال لك جمعية الأمم راح تجتمع باش تنظر في القضية نتاعنا. مليح مالا. إيه معلوم مليح. على خاطر كنت أكلين على المجلس يعطينا الاستقلال. وجي في بالك يا بابا اللي كاين شعب يخمم علينا احنا. معلوم كاين على ما كاش كان تونس كان المغرب كان مصر والشام والعراق وليبيا وكل قطار اللي مجاورنا. لكن الاخرين يا بابا اللي قروا في هذا المجلس تجي في بالك اللي مثلا الامريكان والانجليز والطاليان ينتخبوا ضد فرنسا. ما لا على حساب كلامك انت احنا ما عندنا ما نعملو. يا بابا ماشي كلامي بس ما كاش كيما اللي يتكل على نفسه والثورة عارفة هذا. مريم مريم واش كاين؟ رموا جرانات في قهوة باتيست العسكر كان له وحكمهم. اواه قبلهم بالرشاشات تقرصوا على بعضهم ومن بعد هربوا. صح قول لي انت واش قاعدك في الزنقة حتى لدوك؟ دي راني نحكي داروا باراج في الدوق و ايوا علاه ما دخلتش قبل ما يديروا الباراج حميد؟ سامحوني ما انا نقلوا لي عمر ادخل بكري ما تخرجش حتى نص الليل. خمس دقائق يما ونرجع. ايه تقول لي خمس دقائق وانا نبات نخمم عليك. الراديو خلينا نسمع واش كان في الاخبار. روح مازال الحلا بابا على 9:40. مانيش على الراديو تاعنا راني على الراديو تاع نساره. روح et désastreuse. La DCA alliée a abattu 5 avions de type MiG. Le dictateur Nasser est aux abois. Algérie. On enregistre un certain nombre d'accrochages et d'embuscades où les pertes des hors-la-loi sont sévères. Les forces de l'ordre ont arrêté 30 rebelles près de Aïn Temouchent. Dans le Dur-Dura, un violent accrochage a opposé les forces de l'ordre à une bande de Felaga. 30 hors-la-loi tués, 3 capturés, un grand nombre de blessés. Dans la Casbah d'Alger, un commerçant musulman a été atteint de 3 balles de 7,65. Alors qu'il descendait d'un trolleybus, un inspecteur de police musulman a été abattu de plusieurs balles de revolver. L'agresseur n'a pu être rejoint. Les agents de la DST signalent que ces actes de terrorisme sont signés Hicham. Et maintenant, voici nos informations sportives. Au stade Saint-Eugène. Oh. Voilà, t'as fait poste. L'akhbar riyadiyya, ma t'smahash, oul? Oh, c'est l'akhbar riyadiyya, ya baba. Mouloudiyya, m'khassarina, m'khassarina. Surtout les amis, j'habou mal-galia. T'as dit. Et oui, t'as, où est-ce que tu veux faire l'akhbar de France?
يا حميد يا وليدي نسمع الاخبار نتاعهم باش نعرف الكذب من الصح. هذا ما كان كذب في كذب ياك، على بالك كي صرحوا بموت عشاء عصاك لازم لك تزيد صفر ويا ربي لو جيت الحقيقه. هذا على بالنا بها. ايه بصح يا حميد يا وليدي، حتى احنا ما زمناش نبالغوا، وخصوصا ما يلزمناش نساو باللي فرنسا هي فرنسا، يعني واحدة من أكبر الدول في العالم. لأن بابا إيه صح، فرنسا عندها القوة والسلاح أكثر منا كاينة. صح إحنا يا بابا، إحنا على بالنا علاش رانا نكافحوا، وعسكر فرنسا لو كانت حكمة عسكري منهم والله ما على بالو علاش راهي حارب هنا. إيه حقيقة، واش تحب يقول بنادم يفرج ربي يا وليدي؟ يفرج ربي، يفرج ربي، هذا كلام زمان يا بابا. ياك يقول تسبب يا عبدي وانا نعينك. صح انتوما ناس بكري ما تسببتو ما والو، كنتو لاهين بعد بالسنيترات والاخرين بالكسبات والحطات والقعدات. نزيد لكم قهوة. بوف سرق ده، احنا كنا لاتين بالقصبة والسنيترة والقعدات والشيخات. صح وانتو ما دوق لي رحم باباك، الجيل نتاعكم مش عمل. ها شوف خوك توفيق، شوف الخدمة اللي اخيرة بوليسي عند فرنسا، حتى البوست ما يخليش يسمعوه كي الناس يعجبه، وهذاك السوفاجرك تاع عمر حتى الضرق مازال متبر ما يخرج جيل نتاعكم. عمر على بالي تهضر على عمر. عمر يا بابا، يا عمر عمر ما يطورش في السيره اللي راهو فيها ويحبس. بصح شوف الشعب، الشعب الشباب الكل راه في الكفاح، الاساتذه الاطباء الفلاح الخماس كاع راه في الكفاح. هذا هو وقتنا يا بابا. هذا هو وقتكم. صح قول لي انت يا حميد، انت يا راك تكافح. هيا هذا هو الشيء اللي راه محيرني بابا وتسيبني نفكر فيه. علاش علاش غير عائلتي انا برك بعيده على التوره بابا. اسمع انا راني نخلص الاشتراك نتاعي. ولا تاني راني نخلص، ممكن عمر وتوفيق تاني، بس هذا ما يكفيش. ما على حسابك انت يلزم جميع افراد الامه يكونوا يا مجاهدين في جبل يا فدائيين في المدن. لا 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 يا حميد وليدي، كاين اللاتين غير بالسياسه برك، وهذا ضروري في كل ثوره. سوا سوا بابا، بصح احنا ما عملنا لا هديله الاخرى. شوفنا انا من الخدمه للدار، وكي نتلاقى بالعسكري يحبسوني يحوسوني ساعد سقله ساعد كوتبي وما نقدر نقول والو. عمر متبرم ما يخرج. ايه توفيق الشرطي عند فرنسا ما قال دوق مراشي عدف في خابته في دار الكوميسار. حميد لا لا، هذه ما نحبش تزيد تقولها على خوك. ها عنده الحق بابك، انا تاني ما نحبش نزيد نسمعك تكلم هكذا على خوك. لو كنت تسمعك مريم يغيضها الحال على زوجها، وما نحبش تحضر هذا الكلام اللي ما كانش منه. معليش لالا خليه يتكلم. سامحيني اختي، ما عندك ما عملت باش نسامحك، بصح الشي اللي نطلبه منك ما تقولش هاد الكلام في الزنقة، تقدر توصل خوك لهلاك. مريم انا عم سيدي، اروح تشرب القهوة معنا. اروح لالا الصحة سيدي، نروح نخمن البيت. اهو قريب بيت. اسمع، النهار اللي تعلم تحكم فمك ذاك النهار نتهناو، عجبك الحال دوك راح تهكذا البيت تبكي. وانا غرضي يا خي جي لي اليوم يا خي. مالا انت من الناس اللي يقولوا باللي جيل زمان كان راكم. علاش ماشي صح بابا؟ معلوم ماشي بصح. تتكلمت على السنيترة والقصبة والقعدات والشيخات وإلى آخره إلى آخره، ولكن نسيت باللي من عهد الأمير عبد القادر، وش نقول أنا من قبل الأمير عبد القادر،
من زمان قبل الامير عبد القادر والثوره ساكنه في شعبنا. لو كان ما تضلش تسمع لهذوك مشرقين الفم تاع اصحابك في الزنق ايه ايه وتطلع شويه على تاريخ بلادك، لو كان راك تسمع بالمقراني بوزيان وقاسي ببغلة بوشوشة بولاد سيد الشيخ وغيرهم وغيرهم كثير من الأبطال اللي وقفوا في وجه الاستعمار. بابا ما فهمتنيش اللي حبيت أقول. لا أنت ماذا بيك تفهمني، ماذا بيك يا حميد تدخل في دماغك باللي جيل زمان ما كانش راه قد الخطيب في المنصة، الممثل في المسرح، هيا سيد المغني بأغانيه، أصحاب الجرائد السياسية واللي يكتبوا فيها المقالات، أصحاب المطابع واللي يوزعوا المناشير، الشيوخة في المسايد، هادو مثالهم مثالهم كتير، هم اللي غذوا الثورة في شعبنا وكانوا يغذوها حتى وصلنا لثورة نوفمبر هذه اللي أنا فيها. هذه ديرة دي بالك. فكنا تاني جاءت الكفاح. هادي حميد ما نقول لك ايه ما نقول لك ايه. دوك انت كبير وتعرف واش بك وين راه. الله خير عندنا بزاف. على الوقت صوت الجزائرية خف. إذاعة الجزائر الحرة المكافحة صوت جبهة التحرير وجيش التحرير الوطني يخاطبكم من قلب الجزائر. أيها الإخوة إليكم كلمة اليوم. فعلى الساعة الثامنة وطبقا لتعليمات الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية خرج الشعب الجزائري في وقت واحد ليخلد يوم أول نوفمبر التاريخي العظيم، يوم انتفاضة الشعب الجزائري الكبرى وفيمة الراديو الاستعمار وضد أعداء الإنسانية. وخرج الشعب الجزائري كذلك. دوك يا بابا شنو غنتكلم معاك باش تفهمني يا حمدان؟ على بالكم كان عسكري يسمعكم راكم متباصين الكل، كي الكبير كي الصغير، على بالكم؟ مال علاش؟ علاش هكذا؟ علاه؟ على سلامتك يا عزيز. أي طفي حميد. أي طفي ما سمعناش، هاو جا ساعة زرعين. طفي. لا والله العظيم غير كرهت يا إما بزاف. والله العظيم غير بزاف. عنده الحق يا حمدان. واش من عنده الحق أنت يا تاني عنده الحق؟ راهم يقولوا بلي العسكر راهم يجوزوا من دار لدار. ويبقوا يصوتوا تحت التواقي قدام البيبان. واللي يسمعوا داير صوت العرب يدخلوا يكسروا الراديو ويدوا عليه الحبس. وذاك عمر ورا كان هنا هذا وين خرج؟ أو في تبان تاني كذاك. ذاك ما ينضع حتى نهار يجيبها في راسه هذاك. حبابك أنت خايف عليه من الخوا ولا من العسكر دوك؟ خايف منهم في زوج يا سي حميدة. فهمت؟ أنا بالله وبالشرع. ما تضلش تعاند في خوك كبير عليك. كاش ما قلت دوك؟ كنت راح تقول. أيا ما قال والو. أو أي سكتينا رحم والديك. أيوا. هيا ريح ريح. هيا انت دايما هكذا دايما تدافع عليه على خاطر المعزوز الاخراني. ايه انت يا مش تجرحك انت يا ضل تدافع على هذاك على خاطر هو الاولاني البكر. هيا سكتين هيا حميد. هيا شوف هذا. لا 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 بس صح توك يا امينه كي نجيو نميزو مليح. ايه توفيقك كثر بزاف. ايه بزاف كفاية عجبة احنا العائلة ديالو يتكلم معنا كاللي راه يتكلم مع هذوك اللي يدوهم للكوميساريا. يا بزاف الله يعطينا رضاك انت تاني يا راجل. ما تنساش اللي وليدك يظل النهار كامل هو يخدم وخدمته صعيبة ماشي سهلة، أعصابه الكل تزعزع. هذا واحد قتلوه، هذا سراق، هذا زوج ضاربه، ولما يدخل للدار يسيبكم يتكلموا على السياسة يا تسمع في الاخبار. يو انا ماش حبيتين نتكلموا يا لا على القصبه والقعدات والشيخات والسنيتره كما قال سي حميد. ايه بعدها فكرتني كنت تكلمت على السنيتره. ايه الله يجعل الخير. واشنو تاني؟ حنيفه تدخل العروسه نهار الحد. ها 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 انا الحق مليح شتي. ايه بو
هذا ما تعرف تقول. قلت لك حنيفة رايحة تزوج مع ولد السي موسى اللي عنده المعمل تاع اللوح في الحمة. سيدي هاي ياي اسمع، السي موسى اللي عنده معمل في الحمة، حوينتها سمتها معمل. هوا تأمين النية وتقعدي النية طول حياتك. تعرف شكون اللي عندهم المعامل يا لله؟ أنا أقول لك شكون. دوروكس ريكسي مسيو باستوس وبني عمهم مثالهم، هذوك اللي عندهم المعامل ماشي سي موسى نتاعك. على كل حال لا يجعل كل شيء مبروك. صح أنايا كاينة حاجة ما حبتش تدخل لي في دماغي خلاص. واشنو تاني؟ كفاية عجب مازال حتى الضوك ناس اللي عندهم الشجاعة ويتزوجوا في هذا الوقت اللي رانا فيه. يواش إذا التورة تشد 10 سنين، 10 سنين الناس ما يتزوجوش. يتزوجوا اليوم يموتوا غدوة، هذه هي الدنيا. إيه صحيح، هذه هي الدنيا. واحد حازن، واحد فرح، واحد ينزاد والآخر يموت في نفس الوقت. عندك الحق يا أمينة، هذه هي الدنيا. إيه؟ لا لا، لو كان غير تنادي والتوفيق يجي يقعد معاكم شوية. مانيش عارفة واش بيه، الماكلة ما حبش ياكل وملي دخل هو قاعد يخمم. حمدان عيط له. توفيق توفيق. نعم بابا. أروح أروح يا وليدي، حبيت ناخذ رأيك في واحد المسألة. أروح. راني جايبه. واش غير خير شيخ؟ لا غير خير، ريح. حميد. قلي توفيق، هنشوفك هاد الأيامات ما راكش مليح، واش غير خير؟ غير خير يا بابا. أنا تعبان شوية برك. على بالك الخدمة نتاعنا والمشاكل والصداع. توفيق قل لي يا وليدي، ياك ما صار لك حتى شي مع الخاوه؟ واش تحبي يصير لي مع ربيعه؟ ما نعرف، قلت انا بالك حلفوا فيك باش تبطل من الخدمه ديالك. اذا هكذا يا وليدي غير بطل قبل ما يصير لك كيما البوليسي اللي قتلوه البارح. سمعتي به؟ هذا الشيخ هو اللي هو يقرا لك في الجرايد. ها يا وليدي خذ رايي، غير بطل قبل ما يوصلوا لك. شوفي يا يما، يما ما تخميش، هذوك ناس منطمين، عن بالك رواح قتل ولا كيفاش؟ شوفي قبل ما يقتلوا واحد لازم يتحقوا عليه مليح من بعد يحبطوه. ياه وعلاش هما لقتوا البوليس البارح مش على جال خدمتو؟ ياك فهمتي كامران، زيدوا نعاودوا ولا كيفاش؟ هذاك وحش كبير يا يما، كان ضد كل جزائري. القسطو الكبير كيدير اكثر من الشيء اللي مطلوب منه، هو اللي كان تكلف بلا تورتور. بصح توفيق ماشي كيف كيف، توفيق خاطئ. توفيق قول لي يا وليدي، يا كنت راك تعاون الخاوة؟ شوفي يا إما، انا راني نخدم في خدمتي وهذا مكان. على كل حال ماني ضد حتى واحد. ايه ما لا غير قول ما راكش معاهم. ايوا ودوك شنو هذا البحث هذا؟ وليتي من رجال الجبهه دوك باش تبحثي هكذا؟ ايوا راح يصلي العشاء تاعك رحمه ديك راه في هذاك الوقت. هي واشنو دوك؟ ما نقدرش نتكلم مع وليدي. ايه سامحينا لا خلينا نتحدثوا، سكتينا شويه. روحي انت دائما هكذا، غير نتكلم تجيبوا من ورايا، ادخل شارك الثاني وغراف ملح. لا يقبل يمينا. لا يقبل العجوز. واش حبيت تقول لي يا بابا؟ قريب نسيتني. سي عمار العساس تاع الحوش تاعنا. ايه اما انا تلاقيته البارح و اسمع يا سي احتمدوا. لا هذا كيما خرجت عن الدار ورجعت.
مانيش عارف وقتاش تهنا من الدورات نتاعك نتاع. أنا ما نسألك وأنت ما تسأل، وما رانيش نرضع في صبعي، وراني حر الله أعلم. حرة؟ أنت ما تهنا حتى نهار اللي يجيبها في راسك. ني حار يا ولاد لعنو بليس، ها لعنو بليس، خلاص وشنو هذا؟ أو عمر كي راك هنا روح ماذا بيا تعطيني رايك في واحد المسألة كنت نتكلم مع خوك عليها. ريا هيا كمل بابا كمل. ايه كما كنت نقول لك سي عمار تكلم معاه بيريز وبعتوه باش يكلمنا على الحوش. حب يشري علينا الحوش؟ لا بالعكس، حب يبيع لنا الحوش نتاعو. قال لك يا سيدي راهو خايب من الفلاقة وماذا به يجي يسكن هنا في العاصمة. باش يبقى يزقي لالجيري فرونسيز. فيرز قد ما هو يدعي فرنساوي قد ما اسمه يقول العكس. كل ما نقرا الجريدة ونشوف الفيلمات اللي حلقها جيش التحرير ما نصيب غير بيريز رودريغيز ديناريز، ويزيد داك البغل نتاع لاكوست يصرح ويقول باللي مليون فرنساوي عايشين في ارض جدادهم. هيا برك لعمل السنة نتاعك عمر، هادشي نعرفوه وما طلبناش منك خطاب سياسي. دابا كاش لي يهضر معاك يا سي توفيق؟ وزيد علاش ما تحبش نتكلموا على السياسة؟ برك عمر خاف من كاش واحد يبيعو؟ ياك انت باباه وانا اخوك ولا واش كاين؟ خفت على سيدك البريفي؟ خفت ناخذوا الاستقلال وما ترجعش كوميسار؟ شوف يا عمر لو كان ما جيتش خويا يا عمر. خوه على خطر اللي يديو من مركز الشرطه ماشي خاوتو، اللي راهم يموتوا في الجبال ماشي خاوتو، المشتات اللي راهي تنحرق بابا ما فيهاش خاوتو، خواتاتو خوك غير اللي ولداتو يماك. شوف عمر اسكت ما نسكتش على خاطر اللي ماشي معاك الموظفين عمر خدامين الدوله اللي حبوا يتملكوا في بلايصهم لو كان اليوم رانا عايشين في الاستقلال. ويزيد يقول لي علاش نشرب بابا؟ خلاص عمر بزاف جزائريين يشربوا يا سي توفيق، حوس تعرف علاش؟ كاش واحد حب يفهم علاش؟ لا بصح انا نقول لك على خاطر ملوا من معيشة الدل، على خاطر حبوا ترجع لهم الكرامة، على خاطر حبوا ترجع لهم الرجلية اللي عندهم حق فيها وما عرفوش كاش يعملوا، ما عرفوش كاش يرميوا الزبل اللي في قلوبهم في وجوههم توهم ملاك الخبتة. وشو هذا؟ وشو هذا؟ وفرحت هذه هي المره الاولى اللي تلفت يدك عليها، ما تعاودش على خاطر والو خويا نقتلك زواه. ما عرفت تقدر راك على خاطر خوك ها؟ لو جا عسكري في الزنقه يعطيك بسقلا قدام الناس حبت راسك كي المره تقتل يقتل، اطلع الجبل فوق مع صحوري اللي تصحتك تقتل. والو شرطي والو خايف على خدمتي والو واش تحب خويا؟ وقبل ما تقتلني لازم تقتلني انا. ولدت العديان من الكرشي يا حمد الله العديان. عندك الحق ولدت العديان تاع الصح، ولدت العديان يا امينه ولدت العديان، كبرناكم وتعبنا عليكم باش تكونوا متكاتفين باش تكون اليد في اليد في الخير والشر، حبينا تكونوا صف واحد في وجه العدو باش كفيتونا انا وياها. بصح ما تحشموش في الوقت اللي جمعتكم فيه باش نكلمكم على واحد المسألة اللي تهمكم اللي في مصلحتكم، رحتوا انتم تاكلوا كي الكلام. هيا زدت لهمك انت يا حبيت تقتل ها؟ انت يا تاني حبيت تقتل؟ هيا تقاتلوا واش راكم تستناو؟ هيا ما كفاش الفرصه اللي راه تقتل فيكم زيدوا انتم عاونوها. هيا سيلوا الامواس وسيلوا الدم وديروا لي هنا
ديروا لي مذبحة، ديروا لي هنا لاباتوار، سيلوا دمكم وخليه ماكم. تحني بيه حمدان، تحني بيه حمدان، حمدان بعدك 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 قلبي. ما تخشش روحك قلبي، الطبيب قالك ما تبغيش تزعف. ريح ريح. هكذا هكذا حبيت تقولك لباباكم تريحوا هكذا. مريم روحي جيبي له دواء. بصغر الهموم هكذا كي لقيت الفم. جات الثورة قلنا تطيح الحنانة والعطف في قلوبهم، ولكن صار العكس. صار هذا يشك في هذا. وردت الأديان همينة، وردت الأديان. اسمح لي بابا، سامحوني بابا، إذا عندي رأي ما تشيش. بابا عندي روح. مريم عاونيني ندوس ديك البيتيريه. نوض عليا انت، نوض نوض. هيا لبيتك تريح شويه. واش بغالي ما نريح، واش بغالي ما نريح. بركة ما تكتب في روحك. توفيق ما تخشي عليه، عمر خوك ويا واجبك على خطر كان شربان. اسمح له يا وليدي. على بالي يا إيما، بصح أنا كذلك مش يحق علي نرفد عليه يدي. ما أدري ولو في بالك يا إيما. مريم ما تخميش بزاف. لا لا خويا. حبسوا هذا بعيدا. صباح الخير. صباح الخير. شكون هالطفله؟ انا مجاهدة. عليك لي قرصو؟ ايه عليا. لو كان يحكموني يقتلوني انا معليش، لو كان يسبوا هالكواط تموت جماعه من الابطال. خبوني لو كان الساعه. واش بكم كنتو باقيين تشوفوا فيها هكذا؟ مريم لا تسوم مكسوات. اما انت يا خدي اذا جاو يسقسيوك انت نسيبتهم. كيفاش نسيبتي مريم؟ لا لا زوجتك خير. معلش يلا يا اختي. مريم مريم قمي. ولي جري ولي جري في الاسطى. فوالا لي ماولا كل مون كيف تكون صار وشي بايك طفاك. كي شرشي فو لا تجول توا. Où est la personne qui entre ici? Enfin, qui cherchez-vous? Tes papiers, toi, mon salaud. Papiers. Je suis brigadé dans la police. Hein? Fais voir. Et ici. Voilà, tenez. Désolé, brigadier. Vous savez ce que c'est, hein? Oui, je comprends. Service. Bon, ça va, les autres. Vous pouvez baisser les bras. Bon, enfin... Qui cherchez-vous au juste? Est-ce que je sais, moi? Un homme? Peut-être une femme?
Allez savoir avec les Pélagas, on ne sait plus à qui se fier. Enfin, il ne faut pas penser comme cela, sergent. Vous savez, à part ma femme, ma belle-sœur, mes deux frères et mes parents, il n'y a personne d'autre. Enfin, vous pouvez chercher, hein, vous pouvez faire votre devoir. D'accord, d'accord, brigadier, je vous crois sur parole. Oui. De toute façon, il était blessé. On lui a collé une sacrée rafale de mitraillette, ça m'étonnerait qu'on l'ait raté. Ah, bon. Alors, excusez-nous de vous avoir dérangé, on part. Je vous en prie. Messieurs, dames, brigadier. Il y a une autre chose qui me chiffonne. Ah bon? Parce qu'il nous a quand même possédés. Ah bon? Vous voyez la rue, là, les quatre chemins qui arrivent en bas de votre rue? Oui. Bon, on était là au pied du mur. Quand on nous a aperçus, on lui a tiré dessus ici. Ah. Et puis il s'est engagé dans votre rue qui se termine en cul-de-sac, là. Alors c'est pour ça qu'on était certain qu'il était rentré chez vous. Ah bon, bon, c'est une fausse impasse. Hein. Comment une fausse impasse? C'est vrai, parce que juste à une maison près, là, vous avez une petite ruelle, là, sur votre gauche. Ah, parce qu'il y a une ruelle après? Ah oui, oui. Ah, c'est casse-bas. Ah, je suis désolé. Je vous en prie. Brigadier. Sergent, oui. Emportez ma serviette. Oh, pardon, excusez-moi. Je vous en prie. La petite ruelle, là, sur votre gauche, là. Oui, c'est celle-là. C'est celle-là. خلعونا الكلاب. مريم جيب لي سروال بتاع البيجامه تاعي. مريم يخفاكش بلي تروح لك حريتك كلها. وين تبان حريتي قدام حرية الشعب؟ ما تعرف حتى واحد هنا اللي تجيبها لنا في حومتك. نعرف وما نعرفش. نعرف غير اللي تخلص له اشتراك. يما لا شوفوا ويتكلم معاه. اسمح لي اذا ذاك ما قبلش نجيب لك واحد اخر يتصل بيك. حميد واش كنت تحكي لك؟ كنت تحكي لي والو انا اللي كنت نحكي لها. كنت كلمنا على المجاهدين، على التضحيه، على الكفاح، على الشجاعه، الايمان. الواجب. Bon, allez-y les gars, je vous rejoins. Hein. Alors, Ben, ça va? Doucement, doucement, pas en dedans. D'accord.
trouvé ma mot comme derrière. Quel mot? Ah, ça fait rien. Tu n'as pas vu la commission, ça fait rien. Écoute, tu sais la belle Josette, là? Oui. Ben, elle nous invite pour demain soir. Elle donne la réception. On va gâcher, on va bien s'amuser. Hein? Bon, alors? Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas si j'y serai, parce que... Et pourquoi? Ah, j'aime mieux ça. T'en fais pas, on va bien s'amuser. Ah, au fait. Ne lui dis pas que tu es un arabe, hein. Ciao, Ben, à demain. Doucement, je t'en prie, doucement. Ça va, ça va. Allez, ciao. Mariam. Mariam. صباح الخير سيدي. صباح الخير. جيبي جيبي السر بدعبة زين. نعم. وهذا وش هو يدير هنا؟ سيدي هذا السر. صح. حميد. 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 صباح الخير. وعلاش القط هذا وخليت فراشك؟ صباح الخير. على باليش. ما عرف لي من عندك وين جاك ترقد. بصح ماشي في الصحيل. وهاد الوغطة منين جاك؟ الوغطة؟ ايه هذا. مانيش عارف. واقيلا بديت تهبل يا ولد. كلا ولا رديتني فلتة كنت مريح هنا نخمم بون داني الناس صلاة هادي شكون هادي واش حميد صباح الخير بابا صباح الخير شبيك راك تمتم وحدك شبيك لا على خطا انا اللي غلطيتك اه صح صح قال لي علاه ما رقدتش مع خوتك علاه ضربك حمار الليل ولا شبيك اه كما عودك كنت نخمم ولا واش داري الناس كما عودك صح سلام يا 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 ايه اللي رقد في الصحيح معلوم حميد نعم شوف يا نوت خوك عمر سلم عليه انت الاولى اه هاو كبير عليك والبارح راك قرعتها شويه كثرت فهمنا صباح الخير صباح الخير نشطة بسلامتك تمتم وجدتي روحك يلزمني نروح يكون يباتوا حايرين وبالك ما رقدوش في الحقيقة حتى انت ما رقدتيش الليل كامل وانت تقلبي جوزي جوزي ريح صح صباح الخير اختي صباح الخير رقدتي مليح لاباس قعدت نخمم على الشيء اللي كنتي اللي قلتي لي نخدم تكون على الاتصال ان شاء الله من كثرة اللي خممت حتى داني الناس حتى نمت نمت زعما كلي شريت مع الفدائيين رحنا في ستة باش نقتلوا لاكوست خرجوا لينا العسكر تقرصنا على بعضنا بعض انا قاسوني هنا طحت غير كيما جاو يحكموني مريم جات نوضني واني سلكتها هاني قد هاني راح جيب لنا شويه سفنجان السعيد أمور السنجة وما يحلش دوقة مريم روح بركة من العجز تعالي سعلي بات تما أدوقنوا اللي اختي حميد نعم صح أخويا شوفي إذا ما كاش العسكر في طريقك صح تعرفي ساعة كي نشوف فيك نستحي ونتأسف وساعات نفخر بك وعلاش؟ ماش هذا شي كامل؟ هناك ناس كل
لا البارح في الليل طرع لي النعاس، ولما كان ضوء القمر داخل البيت قعدت مدة طويلة وانا نتفرج فيك. ما تقدرش تصوري شحال كنتي شابة في نعاسك. تقول لي كاسيك نور. شي اللي نقدر نأكده لك هو الوجه اللي ما يموت تظهر ابتسامة على وجهه. مريم. نعم. تسمحي لي نقول لك مريم. معلوم الآن رانا اخواتات، ولو انا ما نعرفش اسمك. قلت بلي اسمنا مجهول. صحيح. سمعتي يتكلموا على سي عثمان وسي هشام. يا اخي سي هشام تكلموا عليه كثير في الجرايد، ولا عجب حتى واحد ما قدر يعرفه وما قدروش يحكموه. بدون شك ما يكونش اسمه هشام. مريم. نعم. قلت لي كي تشوفيني ساعات. نستحي ونتأسف. وعلاش؟ اسمحي لي نروح دقيقة ونرجع نحكي لك. صباح الخير سيدي. صباح الخير بنتي. صباح الخير. واش رقدت مليح؟ لاباس. كتر خيركم. اوف واش من خير يا بنتي. لو كان عطا الله ما وصلناش لهذا الشيء الكل. بصح فرنسا بنت الكلب هي اللي بينا كشفت سترنا وخلات انسانا يتمشاو في الزنق. بصح ما قالهاش بزاف. الجزائر هي اللي تقضى عليها وتمحيها تماما من هذه الارض ان شاء الله. مريم. نعم. وين اخترت تصلي بنتي؟ وين؟ وعلاش ما صليتش في البيت؟ ما قدرتش. يمينة كانت راخدة. البارح بيت الليل كامل وهي تقلب. تعرفيها خوافة خافت العسكر يوليو. اما لا كي شفت الصباح راخدة ما حبيتش نوضها. عملت مليح. انا الدعوة طاهرة ما تنصلي انا. تقدر. بصح كون تروح البيت يا خير. رايك. بصح ماذا بيكم تهضر بشوية. هذا صوتكم بزاف خليوها تريح. معليش سيدي. صح. مريم. علاش قلتي كي تشوفيني ساعات نستحي ونتأسف؟ وعلاش؟ نتأسف على خاطر راني متزوجة وما نحكمش في روحي، ونستحي على خاطر ما نقدرش نعمل مثلك، ونفخر بيك وبأمثالك على خاطر نتوما اللي راكم تمثلونا احنا نسا في هالثورة وسمعتوا بينا كل العالم. تحق يا اختي شي اللي عملتوه البارح واللي راكي قايمة به الآن وحدك راكي شاركتي في الكفاح. انت تقولي هكذا بصح لو كان راني بجنبك في الكفاح خير. واش تحبي هذاك مكتب الله. صباح الخير. صباح الخير. هاكم مكتبك راهي توفي. داخل ما بكري اليوم حقا. وحميد وين بعد؟ ترى شو مازال كيما وجدتيه؟ حتى عفا عوايد خوك ده نعس القد هنا في الصحين. أنا بعته باش هاو جا بعدا. هاو سفنج والجورنا. صباح الخير. صباح الخير. في السرقة ما كاين والو. قالوا غير كيما جا استحق لاباترو تاع لي زواف. اسمحوا لي نروح. قعدي كل شوية سفنج. لا صحة. بقاو على خير. تلقاي على خير إن شاء الله. اسمعي لي يا طلاب. وكانت لحفي ماشي خير؟ هذا رأي منيح بالصح لحيك. دوك نجيب لك واحد. كيف عميتني وكانت تخرجي من هناك كاش واحد يشوفك؟ أختي إذا تحبين نخرج قبلك أنا وكاش ما نشوف حاجة نروش لك. غير ما كان لا حميد صح أخويا. وعلاش أنا ماشي جزائري؟ بون انا اشوفي نسبق قدامك. لا شتيني حبت باش نربط صبا غير رجع للدار. معليش صحه. باش نرجع لك لحالك. معليش. طوال خير. سلامه. وكان شربوا قهوه ماشي خير؟
ايه سلمي لي قهوه دوق نجي عندي شويه. والطفله راحت؟ اي راحت الله يقبل سيدي. الله يسلمك. حمد ورا راح معاها. راح معاها كيفاش راح معاها ورا؟ اي وصلها برك ويرجع. اه اي عند الحم اه كما زلت صغير يمكن كنت نعمل مثله. هذاك ما خصك. عمر مازال ما نضغطش؟ لا لا ما نضغط غير التوفيق. تشرب قهوة سيدي؟ من بعد شوية يعني. ما تحب. هذه يا قهوتي؟ ايه اش راهم يحكيو في الجريدة اليوم؟ دايما كما العادة يقولوا باللي قتلوا 100 المجاهد وحكموا 60 ويقولوا باللي العمليات الإرهابية اللي وقعت هذا الأسبوع كانت كلها من أوامر المجرم هشام. هاك تقرأ ولا تحب؟ توفيق. كرانا الآن وحدنا ومع اللي ما شفتكش من البارح من دواسك مع عمر. توفيق. أنا نتكلم معك. إيه نسمع نسمع. كي نتكلم معك حط الجريدة واسمع لي. هذه مسألة تهمنا في زوج. صح يا ريلا. راني نسمع فيك. تعرف باللي من نهار اللي تزوجنا ما خبينا حتى شي على بعضنا بعض. بصح اليوم يظهر بلي راك تخبي شي حوايج. أنا؟ نخبي عليك حوايج؟ شنو هما؟ مانيش عارفة. سكن في قلبي الشك. وما قدرتش نبقى محضنة عليه. شك؟ واش من شك؟ ناس تتكلم توفيق. وأنا الشي اللي نطقني اليوم هو الكلام متاعك البارح مع عمر. وحتى حميد اللي عزك راه شاك. هو اللي ختمها الموقف تاعك مقبل مع البنت. وشنو هذا المرض الجديد نزل على هذا الفامي؟ البارح يما اليوم انت من جهه عمر وحتى حميد من راهو معك. واش حميدو تهبلوني ولا واش؟ والزعف علاش؟ يا اخي انا زوجتك وكي ما تحكيليش ليا لمن تحكي. انا اللي واجب عليا نقسم معاك الخير والشر. ولا خلاص ما عندكش فيا لامان. مريم عندي فيك لامان وعندي لامان في يما وفي بابا وحتى في خويا عمر. بصح مانيش فاهم علاش كل حطيتوني بين عينيكم. يما نقولوا معاها الحق ولدتني عريان وكي كبرت صرت بوليسي. لكن انتي مريم انتي خديتيني بوليسي مازالني بوليسي. بصح كي خديتك ما كانتش ثوره. كي خديتك ما كانش الشعب يموت ورجال ونساء تسقط كل يوم. كي خديتك كنت تبسم كنت تصارحني كنت حي. ما كنتش كيما راك ما كنتش كيما مريم. مريم تقي بيا. مريم نحيشك والوسواس من بالك. توفيق مازال. مريم
كان غير توفيق اللي ما شوش في النهار. زاد كمل عمر واللي ختمها حامد. هذه أنانية يا أمينة، أنانية. وعليها الناس يودوا ليهم. ها مريم قدامك، ها مواليها ولدوها وراه اليوم عندنا واش كاين؟ هي بنت، حنا ولدنا ولاد. حنا ولدناهم لوطنهم. ايه دوك الحاجة اللي تصير امسحوا النص في الجزائر. بكري كانوا الوالدين يخافوا لما يكبروا ولادهم تديهم فراسة تحارب بهم في الألمان. أما اليوم اليوم ما هم الثورة احتاجتهم. ما احتاجتهم ما هم عندنا. هما من الزنقة ما يدخلوش وحنا من العسكر والتفتيش ما نسلكوش. الخير عليكم. الخير توك. الخير وليدي. واحد الولد جاب لك اليوم رسالة. جاب لي رسالة؟ ايه. واش قال لك؟ ما قاليش. قال عطاها البوليسي. صح. راح يجيبها له. واش معدود؟ واش داير رمضان؟ ان شاء الله يا وليدي، إلا عايشنا ربي حتى رمضان. شبعتها يا قدي؟ ماذا بك؟ مرحبا. شيخ، واش راك تقرا؟ هذا الجزائر خارجة عن القانون. الجزائر خارجة عن القانون؟ ايه، لا الجريمة ولا الوا. تاع جونسون. تاع جونسون، ايه. على بالك اللي ممنوعة بابا. ممنوعة؟ لا ما على باليش. شكون جابوه؟ سلفوا لي واحد السيد. شيخ هاك تقرا. مجاهد توفيق. ما تقلقش يا شيخ، كان واحد ولدي وزع فيهم حكموه وجابوه البوست. مالا جبت واحد منهم. هذه رسالة. صح. مريم. نعم. استمع صحة بنتي. هاكي. طلعي معك هذا النقط في السطح باش تنشف. نعم. توفيق. واش كان في هذه الرسالة؟ ولو يما ولو. الشيء اللي كنا خايفين منه رانا وصلنا ليه. توخذنا وقيلا يا حمدان. يا مراه كبير يا عبد الصلاح. شوف هيما نحي هاد الشوفات من بالك. ميصرا لي والو من جانب الخاوه كيما راكي دارنا. اولا انا وليد القصبه ومازالني عايش. وثانيا الناس الكل تعرفني. اما لهني روحك يا هيما صح. وهم هذه الرساله اللي حرقتها واش فيها؟ ودوك هاد الكارير علاش؟ تضل تعاودي وتسخسي تسخسي حتى تخلق بنادم وحبيت توصلي وليدك يبخسك ولا كيفاه؟ لا 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 يوصلني نبخس يما بابا. راني عايشك يا وليدي. شوفي يا يما راكي عايشه سعيده اليوم وحتى حاجه ما تخصك. كيما نستفادي من هذه الحياه؟ الغدوه الانسان ما هوش عارف واش راح يصرى له. ومعاكم انتوما بنادم يستفاد يا وليدي؟ حميد الجزائر. ايوا شفت علينا تاع المجاهدين. لالا يا يما خذونا يا وليدي. ما تخافيش ما يكون يا يما خذوني بولدي. يا مين تكبري ذا بلا ما عنده والو. لا لا اسكتي. كلامكم صواب عندكم بالحق بصح مازال صغير. بو علي يا بو علي يا بو علي يا وليدي. يا مي
فين هو؟ يما بارك الله. يما ما تقلقيش، ما عنده والو. ها شتيه؟ ما عنده والو، ما عنده والو، غير الصوصه برك في دراعه. ما تقلقيش بابا. يما روحوا قعدوا معاه. مريم شوفي، انت اللي عندك القوه، ربطي له هنا في دراعه، ربطي زيري زيري قد ما تقدري. انا نروح نجيب طبيب. روح معاه بابا. شغلش فكرك سلك، نعرف اللي تعزو بزاف، بصح ماشي سبب باش تفشل. ماشي هذا اللي مفشلني يا مريم، ماشي هذا. رانا نخمم على الظروف والدنيا والحياة اللي رانا عايشينها، وعلى الخلاف اللي راه بين ولادي. عجيبة هذه الدنيا. توفيق موظف عند الدولة من رجال الأمن، ورجال الأمن تاع نفس الدولة قريب قتلوا خو حميد. عمر كان يشرب الشراب وبطلوا، يمكن خاف، وقيل رجال الجبهة حلفوا فيه. ورجال الجبهة والبعض منهم كانوا مع خو حميد. وسط هاد الشيء كامل، وسط هاد الخلوطة كامل، شيخ مريض وزوج نساب عارف راهم يتسالوا على مصيرهم وش يكون. هذا هو اللي مفشلني يا مريم ومدوخني. هذا هو. وش تحب سيدي؟ هذه هي ظروف الثورة اللي وقعها في الجزائر. ماذا بيا نفهم يا مريم؟ ماذا بيا نفهم ولو مرة واحدة؟ كم غلطت انت يا مثلا؟ ايه فهمت زوجك يا مريم؟ هاد السؤال لقيته على نفسي شحال من مره، بصح عمري ما لقيت له جواب. على كل حال، الشيء اللي نقدر نقول لك عليه هو اللي راني ثايقه فيه، مش على خاطر هو طلب مني هذا، صح كاين شي يقول لي لازم نكون ثيقة فيه. ما نعرف. راح نشوف حميد. شفت التوفيق يجري مع الغشي، وين كان رايح؟ كان رايح عمر. مشكلة حميد. شبيه حميد؟ هادري شبيه حميد؟ حميد وش بيه؟ قصوا عليه العسكر. مات؟ لا لا، راهو في البيت. قدلنا وش لهذا الباطل؟ مريم أمعن، جيبي لي كاس مسحة بنتي. مالي وهذا السنيت قوشي تعمل لهنا؟ لا لا ما تمسيش. وصقى علاش خلعتيني عمر؟ قال ما تدناوش. ما تدنيناش يا لالا. نهار اللي نفهم واش راه واقع في هذا الدار تولي تسقم الدنيا. مريم على حسابك انت واش كان في هذه السنيطقه؟ ما نعرف، ما سقسيتوش. معلوم ما تعرفيش.
صديق وقيل العسكر وحميد. ما تخرجش راني نستنى في انسان تولى ماشي عسكر. شكون؟ سي عمر هنا. هذه مرأة. ايه حلي لها الدور. واش تحبي؟ سي عمر هنا. ايه جوزي. ما تقدريش تدققي بالعقل. اسمح لي سي عمر. مريم خلي لنا واحد. مليح. كاش راهي الطريق؟ لاباس. شتي على الكنار؟ نعم. عندهم لاباري اللي يكشفوا به السلاح؟ لا لا ما عندهمش. مليح. شوفي يا اختي سمعي لي مليح. نعم. عند باب جامع الجديد. نعم. راكي تصيبي على السكري واقف وشات فيه يده بباطه حلوه. نعم. قولي له كلمه السر ومدي له هذا. نعم. بسم الله. شكون هالطفلة؟ بنت جات شافتني. هاني شوف باللي بنت، ما قلتلك شكون هاد الولد. حاب نعرف واش شكون. بنت جزائرية. واش تحب هاد البنت الجزائرية؟ حيت جات شافتني يا بابا. شوف عمر، هادي مدة طويلة وأنا ماذا بيا نتكلم معاك على بعض المسائل، ونظن باللي رانا اليوم وجدنا المناسبة. خير إن شاء الله بابا. سيرتك يا عمر. سيرتي؟ ايه سيرتك في هذه المده الاخرانيه ولات ما تعجبش وما فيها حتى حاجه يفرح. شوف اولا باش تتفاهموا يلزم نتفاهموا بصراحه، وباش تكون هذه الصراحه يلزم ننساو باللي انا باباك وانت وليدي. اوه يا بابا لو كان ما خافش نكذب، هذا عندكم مده من اللي نسيتو. كي انت كيما انت ما تعرف غير حميد، وهي ما تعرف غير التوفيق، وانا كي اللي ماشي موجود، وهذا ماشي من اليوم يا بابا. والعجب حتى حميد والتوفيق ما يحبونش، ومن غير مريم اللي من ناحيه الدم تسمى اجنبيه، كلكم كي اللي ثقيل عليكم كي اللي هذا فكرك المخلوط اللي راه يصور لك هذا الشيء كامل. احنا ما نكرهوش، ما نكره حتى واحد، سيرتو انت يا ما نكرهوش. بصح سيرتك يا عمر. مش من سيره بابا. شوف كي نتكلم على سيرتك نقصد اولا نقصد الخمر يا عمر. عندي مده من اللي حبست، ولو هذا يظهر مستحيل، لكن الحقيقه عندي مده من اللي حبست الشراب. صح راني عارف، نقدر نقولوا من ديك النهار اللي جات ديك البنت وباتت عندنا. يمكن يو السهره والنباته برا. شوف عمر روحوا ليها قبالها، الا تحب تتزوج ولو انا ضد الزواج في هذا الوقت نزوجك، غير قول برك. يا بابا راني موافقك في مساله الزواج، ما راناش في وقته، بصح النباته برا هذيك حاجه اخرى. حاجه اخرى حاجة اللي خلت احبابتك يجيوا حتى لدار والديك. بابا واش من بابا يا قلنا نتكلموا بصراحة ولا كيف؟ بابا ديك الطفلة الشريفة مازالت تقرا في الليسي وبنت عائلة شريفة، وإذا جات شافتني جات. ولا ما جات؟ أي هضر. جات باش تطلب مني نروح نشوف خوها. خوها راهو مريض، قالت لها تروح تشوفه. يا وأنت محتاج وليد الطبيب؟ يا بابا نعرف اللي انت من المتعصبين، وكي شفت ديك الطفله اللي انا بلا الحف مانيش عارف واش تخيلت في بالك. هو بهيم ولو جات بالحاف كيف المشكله ماشي تم، المشكله كي جات لهنا لدار والدي قدام باباك ويماك، ماشي كونها ملحفه ولا يعني ماشي ملحفه. فهمتك بابا، قلت لك خد صاحبي جات تشوفني. اي صح، وسخصيتك على حاجه اخرى، النباته والسهرات برا. واش اسمح لي يا بابا، لكن هذا ما يهمكش. ما يهمنيش. ها صحة يا عمر، صحة. أنا باباك جيت باش نتكلم معك على مسألة وننصحك في صالحك، تقول لي ما يهمنيش. ها
شفت يا عمر على ماش ما نعزكش كيما خاوتك الاخرين؟ لخاطر هذا هو جوابك دائما اللي سخصيك من العائلة تقول له ما يهمكش، بصح ما تحشمش، هاي داري تبقى هاي داري. سيدي قلقتوا حميد بعياتكم نسيتوا باللي راه مريض. عندك الحق بنتي عندك الحق. شفت خوك مسكين؟ شفت الرجال باش راه يتعمروا خاطها؟ ها مش روح تما راه في البيت الدم راه يسيل وعلى من؟ على مثالك. سيدي هو شبيه معايا من غيرك انت يا كامل اللي كرهوني تخشي تلقطوني من الزنقه. لا لا ما تشغلش فكرك هكذا، تعرف بلي سيدي انسان كبير ومريض مع اللي زاد له حميد، تقلق شويه هذا ما كان. راني متاكده بلي الكلام اللي قالوه ماشي من قلبه. ان شاء الله عندك الحق. واش راه حميد راه غايس كلي داه النوم. عمر قام رفدو هذيك الباطه اللي كانت هنا. اه انا اللي رفدتها. بصح وين راهي؟ كملتي انت معهم مريم؟ ما كفاش ما تقوليش العسكر العائله كامله كملتي انت حتى معاهم؟ الكل ما تعرفوا غير البعض. وسعف علاش؟ ما تسخسيش مريم بركات. انا سالت برك شنو هاد العياط هذا؟ انا نسمعكم من الزنقه. هيا مريم ادخلوا للبيت العجوزه باش يجوز الطبيب. وعلاش عربي؟ عربي؟ على خاطر لو كان قوري مرتك تشوفه. اه اسمع اه برك كلام لهذه المساله صح. السلام عليكم. هكذا يا عمر هكذا خوك حمد راه يموت رجل في القبر والخضره وانت من واحد لواحد هكذا هبلتنا يا عمر هبلتنا انا ما قدرتلكش. توفيق قل لي يا وليدي الطبيب هذا تعرفه؟ ايه نعرفه يا ايمان نعرفه الطبيب هذا صاحبي نعرفه. وقلت له الشيء اللي سابقك؟ شوفي يا ايمان قلت له بلي كنت نمسح في الكابوس وخرجت رصاصه قصد خويا حميد وهذا ما كان. عملت مليح يعطيك الصحه يا وليدي. توفيق قول لي ولو كان يسقسي حميد. يا ايمان يا ايمان يا ايمان قلت لك هذا الطبيب صاحبي عندي الثقه فيه ما يهدرش قيمه تقلقيش صح يا صح. سي عمر سي عمر لازم نشوف سي عمر سي عمر. اش وليتي؟ الجندي هذاك لقيته قريب نوصل 50 متر على الجامع لقيت هذاك الجندي العسكر ولا بوليس دايرين به كي اللي حاب يقول لي حاجه. هادي بيع صار مازالوا البياعين والبومبا هاي بومبا ما عرفتش ما عرفتيش علاش ما رميتيهاش فيك اش مضرب؟ ما عرفتش واش نعمل. كيفاش هذا باش تقتل الابرياء؟ ما دخلك انت اه؟ توخذنا يا حمدان. لا يا ايمان توخذ وحدي. واش رايح تعمل يا عمر؟ نخرج بها والله يلاقيني بالعسكر. بصح مازالوا 10 دقائق. صح ما نتقلقوش مازال في يدنا 10 دقائق. منين جبتها؟ ما نعرف. كيفاش هذا ما تعرف؟ ما نقدرش نقول. تعرف كيفاش يحبسوا السيستم تاع لابون؟ لا. شوف عمر. راح شوف عبد الكريم ثابت وقول له يجي حالاً. تعرف عبد الكريم ثابت؟ نسمع به. ما نعرفش وين نصيبوه زيد فايت الحال. بقاو 8 دقايق. توخذنا. لا يا يما، نتوخذ وحدي. عمر، واش راح تعمل؟ نخرج بها والله يلاقيني بالعسكر. أنا نخرج بها على الخاص. لا يا أختي لو كان ما جيتيش بها توالم. لكن درك أنا اللي مسؤول عليها. اسمع. اسمع عمر. أنا درت العسكر وليت تبت كيفاش شفت حبسوا البومبات
خليني ندبر راسي. توفيق لالا. خليني صح عندها الحق توفيق. شوف شيخ لا تزا روح وخلو وخلي يتفق. خليني نخرج بيها توفيق. خليني نخرج بيها. خليني ندبر راسي. اتول من تلقى وندي معايا اربعة ولا خمسة عشر. سأل عمر. ما كاش تقعد انت تموت بيها. مين؟ يمكن حبسات سلك. اسكت. وخلو. توفيق. ولا انت اسكت انت يا. سجيك. كل شيء بالمكتوب يا عمر. توفيق. كيف تعرف انت بتاع بالكريم؟ اسمع به. نسيت بلي انا بوليسي. لا لا توفيق. الشرطة ما هي سمع به. والناس كامل ما تسمعش بتاع بالكريم. شوف اخويا خلينا من دوك. اخي تعرفني من حد اللي تكلمني على السياسة. لما راك تحققت باللي حميد فدائي. وانا تاني فدائي لابو النار خويا العزيز واش من صفره في دارك في وسط فاميلتك عندك فدائي مجروح بالرصاص والاخر بومبه في يدو بعد عمر فكرتني في البومبه شوف ماذا بيك ترضها الموالي ها ولا شوف وين تخبيها حبش العسكر يجيو هنا يسيبوها ماشي تخمم مع العسكري اللي يصيبوا القنبوله وما تخممش على اخوك اللي راهو مضروب بالرصاص عمر سمعتني واش قلت ليما قلت لها بلي كنت نمسح في الكابوس نتاعي خرجت رصاصة قصد خويا حامد هذا مكان بالتوفيق راك وليت تعرف حاجات بزاف حاجات تعرفت على حامد بلي فدائي تحققت عليا بلي فدائي راني عارف اللي ما تكلم لا عليا وعلى حامد بصح الطفلة اللي خرجت من هنا واش بها الطفلة ما نحبهاش توصل لهلاك عمر عمر لو كان واحد اخر كنت نتقلق ولا ما نعرفش واش ندير صح انت نفضل نهضر معك بهدوء ما اسمع الا راك متحقق باللي انا بياع
روح شوف المجاهدين نتاعك وقول لهم يحبطوني كيما جميع البياعين. حاشا توفيق، مازال ما تلفتش بها. المعنى واحد. عمر ضم فيا واش تحب، بصح اليوم كيما راك ظهرتني بصفه اخرى نقول لك الحقيقه. عمر انا عارفك وما راكش خال عني. عمر ما راكش خال عني، راك تخدم واجبك واللي يخدم الواجب نتاعو ما يزوغش. وانت خد خدمت واجبك. شوف عمر، قلت لك بلي انا عارفك، انت من صغرك غير مني، كنت غير مني على القرايه نتاعي، غير على الشهادات، غير نهار اللي جات بوليس، نحكي عجبه نهار اللي تزوجت ما حضرتش العرس كتبت عمر هذاك الصغر. واليوم اليوم ماشي راك تحوس على الصف اللي انا فيه. ما رانيش غير ما رانيش غير هو توفيق، ما رانيش غير منك، انما رانا لحقنا الوقت اللي لازم البنادم ياخذ موقف ما يبقاش جابد روحه. قلت لي نمر بقتلك انا ما نجمش، لكن واحد اخرين ينجموا يطيروا بعلا. صح يا عمر، ما خليهم يخدموا خدمتهم وانت خدم خدمتك وافنى لله في سبيل الله. ما نعفكش توفيق، ما نعفكش على خاطر نحب، ما نحبش الاسم ديال العائله يتوسخ، نحب ردك راجل. صح يا عمر، صح حطرتني راجل عين نفكر فيها. صح يا عمر، صح صح يا عمر، صح راني نفكر فيها. هذا شوف عمر، نحي لي هذه البومبه من الدار، ما نحبش تبقى هنا. عندك الحق، اش واش بصح وين نخبيها؟ واش تقول لك نخبيها في بيتك تحت كاسكيطة سيد البريغادي؟ ما تخافش اليوم في الليل نديها. زاد شعل بيناتكم ولا واش؟ تحب نقول لك يا واش هذا؟ هو صار تاني. والو يا يما، غير عمر تقلقوا هذا مكان. هادو حبوا يهبلونا. يا ربي ونروح نخبي راسي. يا ربي. والله ماني عارف كيف نقابلو كيف نعمل معاه. كنت قلت له كلام ما يعجبش ومن بعد ظهر لي بصفة أخرى. كيف ندير كيف ندير كي نقابلو؟ بصح كي تجي تشوف يا توفيق، تا حنا كبرنا معاه بزاف بزاف. حق بابا وحميد كيفاش راه؟ حميد طبيبنا حالو رصاصة بصح ضيع بزاف الدم. نروح يا يما نروح، قولي لنا مني. واش عمر؟ عمر عمر واش كاين؟ نروح يا بابا نروح. نروح هكذا وكل واحد منكم يصيب بحسابه وما تزيدوش كامل تشوفوني. يا عمر ما راك مضيق على حتى واحد يا وليدي، على حتى واحد. اسمع صح، انا نستعرف قلت لك كلام ما يصلحش وانت مقلق شويه، بصح ما نقدر نلوم روحي، ما نقدر نلومك انت. يا اللوم راه على الجو اللي راه عايش. الجو اللي راك تكلم عليه ما هو موجود غير في هذا الدار في وسط عينتنا. حكيم كاش ما تحتاج؟ سادة محتاج. واش خير ان شاء الله؟ واش كاين؟ انا محتاج شويه دم. انا 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 نظن باللي سيد باباكم نقدروا نعافيوه. انا برك ما نحبش دم واحد اخر يدخل مع دم خويا. علاش هذا يا سيدي؟ انسان يقدر يهدي الدم. عندك الحق، بصح ما نحبش دم التوفيق هو اللي قاسو بالرصاص. المساله ترجع للدم بنفسه. واش من الجروب دمك؟ بي بوزيتيف. بي بوزيتيف. وانت يا سيدي؟ انا جروب او بوزيتيف. اه مالا انت اللي حشتك؟ معلوم حشتك بيه انت تاني. غير هو كل يوم هو. عمر عمر واش هو الان بليز خلاص؟ مش روح ما حتى شي حتى شي. والو والو قلك برك على بك. عمر واش
نروح بابا. نروح بركات نروح ونروح هكذا تتهنوا مني وكل واحد منكم يسيب حسابه والنهار اللي نتوحشكم من نجي نشوفكم على خاطر انا اللي نتوحشكم ماشي نتوما. علاش يا عمر يا وليدي تروح؟ ما كفاش اللي حامد ما عرفنا الا يعيش ولا يموت وتجي تروح نتايا وتحرمني من وجهك؟ اش عملت في دنيتي باش راكم تعذبوا فيا هكذا؟ اش عملت يا ربي؟ علاش يا ربي؟ يا ربي بلوني يا ربي. ياك انت عاقل حرام عليك ياك هذه يماك وانا اختك. هذه يما وانت اختي وقلقت وقلقتكم معايا. يا عمر انا راني عارف علاش راكم قلقوا. هذو الاشغال ديالك والعمليات اللي راه تقوم بها هما اللي قلقوك وحطموا لك اعصابك. راني جعلت روحي في موضعك وراني بديت نحس وش يحس ذاك الفدائي اللي يقوم بعمليه فدائيه ويجري وراء العسكر ويضل من دار لدار حتى دارهم ما يقدرش يدخل ليها. نحس ذوق ذاك الشيء وعلى هذا راني عذرك. بصح يا عمر انا نقول لو كان تشوف المسؤولين ديالك وتطلب منهم يعني يعطوك ايام تراحه تريح هنا معنا والجو يصفى وخلاص. لا يا بابا ما يلزمناش الراحه. فرنسا ما راهي تستنى غير في ذاك الوقت الوقت اللي نفشلوا فيه وحنا ما يلزمش نفشل. عمر درك العائله راهي تفاهمت ما يزيد يوقع حتى خلاف فيما يخص توفيق سامحوا تعرف بلي اخوك. عمر وليدي ما تروحش. ما نروحش يما والعصب هذو قلقوني وانا قلقتكم حتى نسينا حميد. لا لا عمر ما نسيناش حميد ما نسيناش ياك راهو لاباس عليك. سمعت الطبيب واش قال؟ ما به والو. بصح راهم طولوا معاه بزاف. انا نروح نجي نقعد بجنب وليدي. يا روحي طمن عليه روح يا اخي انا عجوزه ما نحجبش. مريم انتي ما تنسيش الحجبه. عمر على حسب ما فهمت انت بديت الكفاح من النهار اللي جات ديك الطفله وباتت عندنا هنا. لا بابا حميد ايه كي جات ديك البنت تكلم معها شافت شجاعته وتكلمت عليه جربوه وقبلوه وانا كنت عارف. محسوب عندك مدة طويلة وانت في الكفاح ومع هذا كان يعاوني في خدمتي. يا بابا كنت نشرب مع أسورتية ومع هذوك الأسورتية شحال من مرة جوشت بومبات في الطنوبيلات نتاعهم. الله يجعل يسمح لك ان شاء الله وربي ينصركم يا وليدي. نصرنا جميع يا بابا ما تنساوش انتوما ولدتونا. امين. نشوف بلي السعاده نزلت فيها الدار والحمد لله. ايه عمر كان يحكي لي واحد الحجايات. بلا خويا عمر لازمك تحكي لنا منهم ساعه على ساعه. تقدروا تدخلوا تشوفوه راهو في احسن حال. الحمد لله بارك الله فيك. بارك الله فيك. اسمح لي نحن نلبس اللبسه ونوصل. لا لا ما تشخيش روحك نعرف الطريق. ما لاك ده كونوا متهنيين هم من على يمات يوقف و... ان شاء الله صحيح. ان شاء الله بارك الله فيك يا حمودي. تبقوا على خير يا حمودي. يا على خير سي هشام. سمعت واش قال بابا؟ قال مع السلامه
سي هشام. سي هشام صح راك عيان سيدي، لو كان عطا ربي ماشي انت اللي تقضي. واش يحب يدير يا مريم الانسان اللي ما بقاش عنده ولاد ومراه يتخبى من خلوه لخلوه وتوفيق راه مدقدق حقه راه على بال شويه مازال راقد حدبوه كثير سيدي برك هو ما حبش يتكلم. الوحوش لما ما صابوش خوه داوه هو باش ينتقموا منه. وهذاك حميد حميد مسكين تاني راه هذاك سلك سيدي راه في الكوم مع خاوتو. عندك الحق يا مريم، على كل حال صحته راه لاباس عليه، كشفنا له الاسبوع اللي فات صمنا لاباس الحمد لله. الحمد لله يدق الصح وقتها يطلقوه. ياك قلت لك سيدي راه من ساعه على ساعه يطلقوا البعض منهم. يا مريم شحال سمعت هذه الغنيه من فمك، يطلقوا البعض منهم ساعه على ساعه صح، بصح بعد ما يديروا لهم عمليه غسيل المخ لافاج سيرفو كما يقولوا. طلقوهم غير حرام. ما تقلقش روحك سيدي يرجعوا يرجعوا ان شاء الله يرجعوا. شكون عادوا لكم تكلموا عليهم يرجعوا يرجعوا؟ لا لا والو، كنت نتكلم مع سيدي على الحرب. على كل حال فرنسا ما بقالهاش بزاف، الا كثرت عام ولا زوج وانتهناو منها. وحتى هي راهي عارفه باللي رغم البي 26 والنابالم والمليون عسكري اللي عندها في الجزائر. يا مريم يا بنتي يسديك خليني من هذا الكلام، ما في حتى فايدة. مليت نسمع أنا هذا الكلام. واشنو هذاك القضية اللي جابوا سيدك؟ دخلي الكوزينة طيبي لي قهوة. هاي بعدها واجدة. صح لالا، واش نطيب العشاء؟ طيبي اللي حبيتي. ولا لا لا واسلنا شويه نتاع نتوم، توفيق يحبو. ما عليه حقه، واش راهو توفيق كي خرج خليته مازال راقد. مازال راقد البارح الليل كامل ما رقدش. كيفاش تحبي بنادم ما يريح وداته كلها تسطر عليه؟ تكلموا على توفيق وقيلا؟ ايه مسكين، هاني نتكلم عليه، ما خلاوش فيه مسكين، خلعوه. بصح كي تجي تشوف المزيان اللي حكمه هو ماشي عمر، لو كان عمر كانوا يطلقوه ومن بعد يطلقوا عليها الرصاص والله يرموهم من السطح ولا ما كانش تبقى، ويقول لك كان ماروحو كيما بو من جل الله يرحمه. ايه ولا يقولوا شنق روحو كيما قالوا على العربي بن مهيدي الله يرحمه. يرحمهم جميعا ويرحم الشهداء. انت يا وين كنتي؟ كنت عند مرتي عبد الرحمن. حليل هذيك المرأة هذي مع الوليدة بالإعدام، يا ترى المعنوية ديالها كيفاش يكونوا؟ قطعوا له راسه اليوم الصباح، ما سمعت؟ الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسكين رشيد، شفته كي نزاد وعرفته كي كبر، واليوم الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء. هكذاك مسكينه وراهي صابره، قالت لي كان يقدر يموت يا بكاش مرض ولا باكسيدون تاع الطوموبيل الا خرمت شاهد. ولا كان يقدر يموت بالجوع كما كثير من الجزائريين راهم يموتوا على برا. يا ترى شكون هذا؟ يا ربي مساء الخير. سي توفيق بن ريف. ايه هنا دار وليدي. راهو هنا عندي برياله. يا واش تحب عنده؟ راه انا بابا. لكن بابا لازم نعطيها له يمضي لي في يدي. يا ايه ساعد. مساء الخير. 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 لو كان ماشي العسكر يضلوا رايحين ما جايين النهار كامل رانا لاباس الحمد لله. وانا جاكم اليوم؟ لا اليوم ما جاوش. مليح كي ما جاوش. ومليح لا كملوا.
أنا سقسيتك برك صح. عندك إنسان عليا أنت؟ سي توفيق إنسان حبي يشوفك. شكون هذا الإنسان؟ وأنت شكون؟ انسى اش قالك خلي الباب مفتوح. خلي الباب مفتوح؟ ايه صح. روح بقى على خير. سلامة. ها شكون؟ لا غير خير يا بابا غير ما تقلقش، انا واحد صديقي حاب يشوفني هذا مكان. الخير عليكم. يا ناس هذا الصوت نعرفه. معلوم يا علم. عمر. 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 نعم. وش رأيك يا علم؟ بخير وليد. عمر وش رأيك؟ وش رأيك؟ وش رأيك؟ لباس. لباس. على سلام. لا لا. على سلام تك على سلام. وش رأيك؟ لباس. إيه ما يبرق. وش رأيك؟ وش رأيك فايز؟ لاباس لاباس شويه واش واقيلا راك جيعان راح نجيبك تاكل حوايج. لا لا يما راني لاباس والحمد لله. تحب تشرب قهوه؟ لا لا اختي صح. وانت بابا واش راك قلبك شويه راه صح. على ساعه حميد. حميد راه في الكان ياك راه يتعلم الانجليزيه دابا. كان بالك مبروك عليك عمر. ما راكش تبرد في الليل وليدي. يا يما مازلنا نتكلموا على البرد والسخان. ما عنديش بزاف الوقت جيت نتكلم معك شوية توفيق. صح خويا. أي ما يربيك. توفيق. ريحوا أنتم معنا إحنا نروح البيت. ريح. مريم. روح لقي الباب تجيك. عمر. شي حق عليك كنت تجيني. إذا توحشنا كنت بعد كاش واحد يسقسي علينا وهذا ما كان. ايوا توفيق عدبوك. واش تحب نقول لك يا خويا عمر؟ جاو حوسوا عليك هنا لما ما صابوكش داوني في لاجيب. على كل حال وصلوا لواحد الحد في العذاب لا يطيح مؤمن بين يديهم. يا لطيف يا لطيف. دوك بلا توني دور داوني بلا توني باش حتى واحد ما ينتبه. خير ما جابك خويا توفيق. بعتوني ليقي في الحقيقة بعثوني الخوا وأمروني نشوف السي هشام على خطر القول القبض على واحد الأخ وراهم متحقين باللي الأخ هذا ما يتحملش العذاب. ما لا لازم عليك تروح. وما قالولكش اسم هذا الأخ؟ لا بالصحة والأمر. منا على ساعة كون في باب سينما دنيا زاد. راك تصيب سيارة أروند نومرو 560 AL 91 560 AL 91 ايه دخل طوموبيل راك تصيب اخي يقرا في الجريده تاع ليكو دالشي وهو يديك المكان واحد اخر من غير شك تلتحق بالجيش. عمر عمر واش خير حدا؟ يما ما يدونيش حياه توفيق. شوف يمكن جاوب برك يسكش ما يسالوا ولا خويا ترانكيل اطلع الفوق. شوف صح عمر شتهم جاو يلقيو عليا القبض القرص على المجموعه ودابي انا ما نجمش خويا. هذا امر ما يحكمونيش حي ما نقدرش نتحمل العذاب مره ثانيه. قول خويا عمر صح ما تنساش واش قلت لك. القرص على المجموعه ودابي بابا روح بابا روح بابا. وين 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 لا فامي بن ريف. وي فامي بن ريف vous permettez. وي وي انتري. Vous êtes chef de police? Oui, c'est moi, oui. Eh bien, nous étions venus pour procéder, n'est-ce pas, au... C'est votre fils? Oui, monsieur, oui. Pourquoi cette hésitation? C'est vous ou c'est non? Oui, c'est bien mon père. Vous savez, il est un peu perturbé par les événements, c'est pour ça qu'il est... Ah, vous vous exprimez bien, vous êtes instruit peut-être?
Oui, enfin, si vous appelez ça instruction, oui, je suis instruit. Je suis brigadier de police. Ah, un collègue. Mais que vous êtes arrivé là, mon ami? Vous savez, un banal accident de voiture. Nous étions en virée. Vous savez ce que c'est? Ce n'est pas grave. Non. À part que la voiture est complètement démolie. Oui. Bien, et j'étais en train de vous dire, n'est-ce pas, que nous sommes venus pour procéder au recensement. Ah, le recensement. Oui. Ben, recenser, recensement. Yima, Amdiaw al recensement. Hein? Diaw al recensement, Mbak. Ah, ça. Je m'excuse, ma mère est un peu... j'ai compris, n'est-ce pas. Bien, donc nous disions la famille Benrif, monsieur Benrif. Hamdan. Oui, madame Ben. Yamina. Yamina, n'est-ce pas? Monsieur Benrif. Toufir. Ah, Toufir. Toufir, oui. Et puis. Ma femme. Maria. Bien. Donc votre famille se compose de 4 personnes, n'est-ce pas? Non, monsieur, j'ai d'autres fils. Non, très bien. Je crois que c'est pas la peine de les inscrire. Puisque mes frères travaillent en France, enfin ils ne sont pas ici. Ah oui, je pense. Oui, c'est, bien sûr, c'est inutile, n'est-ce pas? Comme il serait inutile de nommer un responsable d'immeuble, puisque la maison est seule. Par contre, vous pourriez peut-être être le responsable du quartier. Très bien. Vous savez, à mon avis, je crois qu'une autre personne serait plus indiquée. Vous savez, à la police, on n'a pas d'heure fixe. Vous connaissez ça? Oui. Oui, je vous le dis. Bien, monsieur, voici, vous pourrez remettre ça à toute réquisition, n'est-ce pas? Oui, merci, monsieur. Voilà, eh bien, il va falloir que je m'en aille. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre visite. Au revoir, messieurs, dames. À bientôt. Au revoir. Au revoir et merci. الحمد لله اللي ربي يسترنا. عمر راحوا مزيان اللي خديت رايك. زيد قاعد معنا شويه عمر. فهمتني اللي نروح مريم. عمر قد هي ما سمعنا وليدي. لا يا بابا ما نجمش، هذا هو الوقت، لازم نروح. تروح يا وليدي. تنساش الوقت. ربي يسترك يا وليدي. صباح الخير يا وليدي. يا مينا لازمك تكوني سعيده يا مينا، خاطر هو راح يقوم بواجبه، راح يجاهد يدافع على بلاده، وانتي تسمى راكي مشاركاته في هذا الجهاد، لا خاطر انتي اللي جبتيه. ايه راح كل اللي ما جا ما قعد معانا. عنده الحق بابايا. شوفي ما يزمنك بزاف الشجاعة. على خاطر انا تاني راني رايح. كيفاش؟ واش قلت توفيق؟ كيما قال عمار يزمني نطلع الجبل. فين اقترح يا وليدي؟ دوق يا ايما. نسيت واش خلاص نشوفوك. إذا حب ربي إلى يوم الاستقلال. الله تبكيش يما صح. هيا يما هيا ما تبكيش صح يا صاحبي. بابا توفيق روح صبغ زوجك وامسح وجهك وليدي راهم يسلوا فيك. راني نحس في شيء ما رانيش عارفه الا لازمني
نبكي ولا نسوى ولا نزغرد. كما تعمل مليح يا مينا، كما تعمل مليح، خاطر انت ام والام كي الشجره تثمر نحولها ثمرات ديالها باش يقوتوا بهم العباد. هذا هو واجب الام يا مينا. عندك الحق، كلي عمري ما ولدت، هذه هي الدنيا. هو حبس الرصاص هذا ما يكون غير عمر. هو ما نظنش اللي حبس الرصاص يخوف مازال هنا في الدار. هو صوت الرصاص هذا بعيد. ها ماشي عمر، ماشي عمر. شكون هذا؟ هشام. قعدوا هنا. واش كاين؟ اسمع الرصاص. يعني اسمعي، وانت علاش رجعت؟ هذا عمر. واش بيه عمر؟ كنا حاطين تلاقينا بالعسكر طلعين. ايه. في عدنا نهربوا، عمر فضل يقابلهم برصاص. وراه صاير هادشي؟ يطيح في ليكاتشيرن. قلت له ما يلزمنوش يدير هادشي، ماشي من حقه. قال بلي انت محتاج انك تطمنو، زيد بزاده ما حبكش تطيح بين يديهم. عمر عمر، الثوره محتاجه كل بعدها. شوف سنمي برا دوك نجي. وزيد قالك اسمع لي. بابا يما قال خير. مريم مريم قال خير. قيل ما يزيدوش يدوروا في ثلاثة على هذا الميدا. يا مينا وراك عارفة بلاك هرب. عنده الحق سيدي، بلاك خلاص له رصاص وهرب. يا مينا يا مينا، ولادك مجاهدين ومن حقك الزغرد، ما تبكيش. دروق زهرت دروق. صحيح. باك أمنا كلنا. عندك الحق، لكن أنت يماك شكون؟ عمار. سي عمار. دقيقة صح، هذا سي عمار جاي يشوفني وراح على شغلكم صح. على سلامتك سي عمار. مرحبا بك. أهلا. صحيح. واش راكم؟ واش راكم؟ لاباس. أنتم كيف راكم؟ رانا. بخير. رانا. الحمد لله. وقال سي حمد ما خيرتش النهار اللي نجيك فيه. ما فيها بس يا سي عمار، ما فيها بس. تفضل. يا صح بارك الله فيك. يا ربي مش راكم بخير؟ انا كيما حب ربي. سبحان. قول لي ما سمعتوش الرصاص اللي كان يصيح في ربع طرق؟ سمعنا. هذا كل وقت سوا سوا يا سي حمدان، انا كنت طالع، انا غير لحقت لربع طرق وهي تشعل. واش نقول غير العمر مازال طويلة برك. ايه وكيف هفرد حكموهم؟ اوه ما حكموش، قتلوه الله يرحمه. الله اكبر، لله وانا اليه راجعون.
بصح راجل يا سي حمدان، هما ما نقول لك 20 ما نقول لك 30 وهو وحده هكذاك وشد معاهم واحد العشر دقائق ولا اكثر وهو معاهم. بصح خساره خلاص الرصاص، كي شاف روحو ما عنده شون يهرب وقف في وسطهم وبدا يضرب فيهم بالرشاش تاعو ويعيط تحيا الجزائر تحيا الجزائر. واش نقول لك غير قول حبي يموت وما حبش يحكم واحد. ايه حبي ما قلتلكش كان متلحف في كلمه سي حمدان. سي حمدان راك تسمع فيا؟ ايه كنت نسمع فيك ساعه ماضيه، قلت كان ملحف ياك. كان ملحف انا عمي. هذا هو مرجان عندها موضة الجزائرية يا سي حمدان. عندك الحق عندها موضة. ايه خير ما جابك يا سي عمار؟ ما جابنيش الخير يا سي حمدان. واش لاباس؟ هذه مدة اللي راك شافي كنت قلت لك بيراز حبيبي عندنا الحوش. ايه قلت له وحنا ما حبيناش نشيروا عليه. ايه ومن بعد؟ اما لكن ما لقاش من يبيع جاو العسكر سكنوا عنده. ايه قلت هذه هذه الثانية. ايه بصح البارح زادوا جاو لنا احنا ثاني ودونا الحوش تاعنا. قالوا بلي الفلاقة كثروا في هذيك الجهة. وهم بعثوا لك واحد الورقة باش تروح تشوف الرئيس تاعهم ولا ماش عارف اش يكون. هاي هم كاتبين لك البلاصة اللي تروح ليها. شفت المصيبة كيفاش؟ ايه رحم والديك يا سي عمار. بات عندنا اليوم ياك؟ لا لا ما ذيبك يا سي حمدان وكان تسمح لي راح اشوف اختي. ايه ما حبيت. تعال بارك الله. هاي لا مرة يا سي عمار. صح سلامة. قتلوش حمرهم واحد بيساب يمكن وراء درك او ساب عائلة اللي تعزوه كثر منا. وعلاش احنا ما عزيناش؟ انت دي يمكن يا مريم صح يا ما عرفوش خدوا والمعسكر ما كانوش حتى جايين لهنا. هو راه عارف قصبه ولا فيها العسكر اكثر من السكان تاعها. كيف راه يعرف؟ مريم نعم جيبي العسيره بدنا نصلي جيتي. نعم Fouillez moi tout ça, toutes les chambres. Allez, sors d'ici la vieille. Allez. Hamdan. Y'a rien. Alors chef, on commence le bal? Vas-y. Oui, Hicham. Fin Hicham. Skoul Hicham, hada ma n'arfch Hicham ana. Ah oui, vous ne connaissez pas Hicham. Matash Hicham. Wati. Wiktarah.
كاين تي بارتي وقتها راه شكون كي سي مسيو الشام بغيتي طون فيس توفيق اي توفيق مسيو با هشام في با المالان توفيق سي هشام طون اي تي بارتي وقتها راه راح البارح البارح سي با فري ماشي صح البارح كان في دي اس تي جاب قان على خير وراح صح واش يقول؟ جا قعد واحد الساعة ومن بعد راح Il est venu, il a passé une heure et puis il est reparti. Quand je pense que je l'ai eu ici, je l'ai laissé filer. Et moi, qu'est-ce que je dois dire, hein? Un camarade à moi, on a passé des soirées ensemble. C'est bien foutu de moi. Mais là, hein? Il est parti, là. Mais gâche, où t'es oublié, où t'es dit? Il s'est débiné, il a mis les voiles. Comment ça, débiné? Parti? Ouais. Jusqu'à l'indépendance, peut-être? Regardez-moi ces gueules d'indépendance. Où est la chambre de Tofik? Oui, une chambre à Tofik. Georges, viens avec moi. Personne ne bouge. Harkoch, bougez pas. Surveillez-les. Hamdan, Harani Khaifa. Sidi, je suis en train de me faire. Je suis en حمدان هذا يهضر بالعربيه مسلم شكيت ثم تهضروا فرنسيس لا نهضروا عربيه اي توفي انا صاحبي ماشي ابغى غارسون ها هاي بيدي وين وين توفي وين وين ما على باليش جو سي با مسيو وانتي ها مرتو يقول لك مرتو وين ما قالش لبابا كيفاش تحب يقول لي بابا انتي مرتو كي سافام ما قاليش il a rien laissé le salaud pas même une feuille de papier وين يدي البابي وين يدي كوارتو توفي ها عندوش كوارت وكان كيجيب كوارت يقراهم ومن بعد يحرقهم Eh bien, dis donc, il est bien organisé, le cochon, hein? Tu as pu en tirer quelque chose? Tu parles. J'ai beau leur dire que je suis un brave garçon, que je suis un ami à lui. Rien à faire. Je crois qu'on s'est dérangé pour rien. Je ne te dérange jamais pour rien. Si tu t'occupais un peu de la fille. Bien. C'est pas une mauvaise idée. Hé. Qui fais-je? Tu fais qu'il y a? Hein? وانتي وحدك شامبرا possible دي لا شابة نحيدك 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 انتوما كلاب انتوما وحوش انتوما ماشي رجال عاود ماشي رجال حمدان يديكم سون با دي زوم وي با دي زوم فيان ايسي توا نحيدك عليها بوجي با سي ان نو با حمدان حمدان جميل رايح وراك هذو وحوش ايه انا توفي صاحبي توفي سي مون امي بوش با بوش با هلش بوش با Je t'ai dit de ne pas bouger. Mariam! Bougez pas! À gauche! Hamdan! Imma! Qu'est-ce qu'il y a, chef? Elle m'a vu.
venez m'aider, vous autres.